السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في مره اخرى فيديو جديد، موضوع جديد مع فيصل المدن. كيف ما شفتوا بدايه الفيديو، هناك خروج عدد كبير من المغاربه يحتجون بجزر الكناري ويقولون على ان المهاجر في خطر. يعني شنو كيعني ان المهاجر في خطر؟ كيعني على ان المهاجر متواجد بالكناري يعامل معامله سيئه من طرف ساكنه الجزر الكناري ولاس بالماس، وعلى ان الوضع اليوم مازال ما تسواش، ما عارفين راسهم رجليهم، ما عارفين شنو غادي يكون اليوم. ربما هناك العديد من الناس يعانون الامرين، وعندي فيديو اخر غادي حصري مهما كانت يعني الكوارث الطبيعيه بجزر لاس بالماس، ديك التساقطات الهائله اللي وقعت البارح والبارح، غرق عدد كبير من المخيمات اللي كيتواجدوا بها المهاجرين المتواجدين بجزر لاس بالماس. شيء مؤسف، المهاجر يعاني الامرين، الامر الاول على انه جاء وقطع وخسر فلوسه باش انه يجي ويتحسن وضعه المعيشيه وما كايناش خدمه في هذا الوباء. الامر الثاني وهو المعاناه والمعاملات السيئه من طرف الكناريون لاخواننا المهاجرين بجزر الكناري لاس بالماس. حسبي الله ونعم الوكيل. بطبيعه الحال فاش تشوفوا هذا الفيديو، هذا فيديو حصري نقلوا الاخوان المهاجرين ونقلينو كيصوروه منها دايرين وضحوكة، يعني المعاملة بالمخيمات وغرق المخيمات. أول مرة نشوف المخيم كيفاش داير من الداخل، شوفوا الأسريرة يعني واحد فوق واحد، شوفوا العلو كي داير، شوفوا يعني الغرق ديال هاد المخيمات والناس كتعاني. كيفاش يدي الناس ديك الليلة حوايجهم فزقو، المانطا ديالهم فزقو، الشنطات باش جايبين بيهم حوايجهم فزقو، يعني معاناة نفسية كبيرة جدا. لك الله أيها المهاجر اللي خليتي بلادك باش تجي أنك تحسن الوضع المعيشية، لك الله. هنا كنشوفوا إلى متى سوف يستمر الوضع بجزر لاس بالماس، والعديد من الناس كتخرج كتنتقد وكتنتقدني، كتقول علاش انت تجديتي في هذا الموضوع ديال جزر لاس بالماس، انت كتفضح خوتك المهاجرين المغاربه، انت كدير، انت كتفعل. لا، انا كنلقى لكم الخبر كيف ما هو، صوت وصوره حقيقه في دقيقه، يعني الفيديو كامل حصري كنشوفه كنجدو كنلوحو لكم باش تشوفوا الواقع. بالنسبه للناس خوتنا اللي تفكروا باغيين يجيو في هذه الوقيته، ما عندكمش فين تجيو في هذه الوقيته، خليتها تحسن الاوضاع واجيو مرحبا بكم. انا ماشي ضد الفكره على انكم ما تجيوش، ولا نقول لكم لا ما كاين ما يندار هنا باسبانيا، كاين ما يندار، ولكن فاش كانت الوقت بخير وعلى خير. اوروبا فيها ما يندار فاش تكون الوقت بخير وعلى خير، ولكن في هذا الوضع الحالي كنوجهو ميساج لخوتنا المغاربه اللي عاد باغيين يفكروا يجيو في هذه الوقيته، يشوفوا الحالات المزريه اللي عايشينها خوتنا اصلا المغاربه في هذا الوقت الحالي بجزر لاس بالماس. هذا هو الميساج اللي بغينا نوصلوا لخوتنا لا اقل ولا اكثر. حنا ما كندويوش دابا على القاصرين يعانون الامرين. طبيعة الحال هناك الامر مازال ما اندمجوش مع الوسط الاسباني او المراكز اللي هما متواجدين فيها، هناك قانون اساسي يجب احترامه والاندماج في هذاك القانون الاساسي باش الامور تمشي بخير وخير على اليوم. هذا ما كان اخوتي وخواتاتي، يعني باش تعرفوا الامر كيف يعيشون المهاجرين في هذا الوقت الحالي. ودابا كنت اتفرج في كانال كواترو اسبانيا، شفت ذاك المخيم والاسبان كيدويو عليه، طبيعة الحال كيتأسفوا ذاك الوضع. كذلك شفت كذلك الديبوتادو يعني البرلماني في البرلمان دواء على هاد الناس هادو، يعني الناس خاصها تلقى الحقوق ديالها، وهناك برلمانيون واحزاب يدافعون عليهم باش انهم يحسنوا من الوضع المعيشي ديالهم ويرجعوا من هنا وما يرجعوش للمغرب. يعني هناك العديد من الانتقادات، ولكن كنشوفوا الخوتنا المغاربه التصريح ديالهم في قناه في كانال كواترو كيقول حنا بغينا نرجعوا بحالنا للمغرب، بغينا نرجعوا بحالنا، حنا خلينا ولادنا وخلينا كلش نجيو نخدموا على راسنا. وربما رجعوا لقناه كواترو وكانال كواترو وشوفوا الاخبار ديال اليوم الحصريه ديال المساء وتشوفوا داكشي بعينيكم صوت وصوره. هذا ما كان، نخليكم مع الفيديو ما نطولش عليكم، وشكرا جزيلا للمتابعه. كما جرت العاده شاركوا في القناه، فعلوا الجرس باش تكونوا جديد، واعطينا لايك على شكون المحتوى، ونخليكم مع هذا المنظر المؤلم، المهاجر يعاني الامرين، كوارث طبيعيه وكوارث بشريه والمعامله السيئه من طرف الكناريون. حسبي الله ونعم الوكيل، والله العظيم سيبقى فيكم الحال، وبارطاج على اوسع نطاق.
تابعوا الفيديو. أحبكم بالله والسلام عليكم، وخليكم على المقطع إلى فيديو لاحق. شكرا. اش فيديو هذا؟ فيديو فيديو واه خليها هكا. ها كريس الروحة، ها تفرجوا كريس الروحة. يلا هاك هضر معاهم رشيد، يلا هضر هضر راه زدان واحد والله الناس. يلا هضر بالاسبانية قول لهم شوفوا ميرالك يا باساو. ميرا 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 يلا ميرا استاموس هنا. اوترو مار اوترو مار اوترا بيسينا امبري اسوكي اسوكي. No podemos ni dormir ni nada, mira, mira. Todo, todo está, está arriba del agua. ¿Tú ves? Todo está mojado, Eso no puede ser. يلا يقول لهم راه الزلال ما هناش. هذا ماشي معقول. يلا رشيد يلا الشلا ماشي معقول صاحبي. ها شوفوا شوفوا يا كريس الروحه شوفوا. يلا شوفوا شوفوا احنا في البحر غادي نرجعوا نحرقوا دابا نص مليون بلا كريس الروحه بلا سيدي الكري. يلا شوف الله اكبر. شوف شوف امتحان شوف امتحان شوف شوف كريس الروحه شوف شوف الماء امتحان روحك. يلا شوف شوف الفيضان شوف شوف البحر. يلا شوف وكذا الحين ضرب عزيز صاحبي يوم حي الخشوري.